انا وصغير بحب العب الالعاب يلي بيقولوا عنها لاولاد الصغار بس مين بيقول انه هيدي للولاد وبس بتليق للولاد كنت حب من كل قلبي في شغلات اعملها بس يقولوا لي ما هي مش لعمرك لع بس انا كنت حب اعملها وعم بركز على كلمه حب اعملها لانه كل واحد عنده يعني عنده طريقه بحب الاخرين يحكوا فيها وخلينا نقول دغري لغة بحب الاخرين انه يحكوا فيها بغض النظر عن اذا كانت هي بالمبدا هي للكبار او للصغار او للمراهقين او لمين ما كان يكون عم بتذكر بكتاب لغات الحب الخمسة لجاري تشابمان اللي هو احد المرشدين العائليين يعني مرشد بيشتغل بالارشاد للعائلات وبعدين للمراهقين والولاد كتب كتاب اسمه لغات الحب الخمسه ولفت لي نظري بمقدمه الكتاب القصه اللي خبرها عن ثنائي زوج وزوجه اجوا لعنده من بعد اكثر من عشرين سنه زواج وعم بي شو بدهم يقولوا؟ جايين يتشكوا، جايين ينقوا، جايين كل حدا يعبر عن الحزن اللي بقلبه عن يعني هيك انه يتركوا بعضهم بخلاصه الكلام انه مش قادرين يعيشوا مع بعضهم وطبعا كونه هو مرشد عائلي مرشد نفسي عائلي للعيال يعني بيرافق العيال بيسال كل حدا يقول له احكيني خبرني شو القصه؟ ليش انت مش قادره تعيشي مع زوجك؟ وانت ليش مش قادر تعيش مع زوجتك بتبلش الزوجه هي تخبره انه آه يعني في شيء ناقص بحياتها آه في شيء زوجها مش عم بيعطيها اياه هو بس سمع هالكلمه زوجة انه في شيء هو مش عم بيعطيها اياه وبيطلع صوته وبيطلع خلقه يعني وبيقلها آه ولا بل بيوجه كلامه للمعالج او المرافق النفسي المرشد النفسي بيقول له كيف ما تصدقها مش مزبوط انا بشتغل 18 ساعه كل يوم بس برتاح الست ساعات وكل بقيت وقتي بال24 ساعه هو كرمالها بشتغل بطلع مصاري كل تعبي كل جهدي كل مدخولي هو لا عندها بيت مليان من كل شيء عندها كل شيء انه شو يعني انه مش عم مش عم بي بي مني ما انا مش مشترك شيء لحالي هي صار لها كل ما إلا تبكي ويعني و... و... وحاسه انه هو مش عم بيفهم عليها ورجع سمعه له حتى ما طول الموضوع لان بهمني الخلاصه اللي طلع فيها جاري تشابمان من خلال هالكوبلو ولا من خلال خبرته مع كل الثنائي او الازواج بيقول جاري تشابمان انه بعد هالمقابله طلع انه الزوجه اللي عم تتشكى منه مش التقديمات الماديه يعني ان كان الهدايا، ان كان عفش البيت، ان كان المصاري، ان كان الثياب، ان كان سياره، ان كان كل شيء مش هودي كانوا حاجتها بتقول له لا انا بحب دائما انه يجي يقضي وقت معي بس ولا مره لقيته ولا مره إجا قعد حدي وحكيت انا وياه كل مره بيوصل باخر الوقت قبل الليل أنا بالكاد يتعشى وينام او بيجي بنحضر تلفزيون سوا بس انا عندي غير حاجه انا بحتاج انه يقعد حد يمسك لي ايدي واحكي انا وياه بدون ما نكون عم نحضر سوا تلفزيون بدون ما نكون عم نحكي عن شيء تاني نكون عم نحكي عن حالنا خبروا انا كيف مرق نهاري خبرني هو كيف مرق نهاره يعني اقدر احط راسي على كتفه واقدر احط ايدي بايده، حس بحضوره بوجوده، حس بمحبته بحنانه هو كل ما اله زوجها كان عم بيفوع يعني عم هيك عم عم بيغضب اكثر انه هاو شو الشغله للولاد؟ او حركه ولاد انا ما بعرف ما بهموني ما انا بهمني امن لك كل شيء تكوني انت مبسوطه يرجع لنفس الكلام ف غاري شابن انطلاقا من هالحادثه يلي ذكرها باول كتابه أه كان عم بيقول شغله كتير مهمه انه كل حدا عنده لغه حب شريكو يعني الزوج بده يعرف شو لغه الحب عند مرتو ويحكيها هاللغه وهي كمان يكون عندها لغه حب تحكي زوجها فيه لانه هي كمان يمكن بقدر ما كانت ناطرة أنه يحكي اللغة اللي هي بدها إياها لغة القضاء الوقت يعني يعطي وقت من وقته يقعد معها يحكي يطلع فيها بعناية ويحكوا أمور بتخصهم هني هو كمان كان عنده لغة حب تانية بس هي كانت ما بتعرفها ويمكن ما حكيتوا إياها يمكن هو لأنه ما عبر عنها وبقيوا يعيشوا صراع سنين طويلة عايشين على الشوار مثل ما بيقولوا وصلوا على حفة انهيار زواجهم وعائلتهم وحبهم وحياتهم وما كانوا مكتشفين بعد ما حدا يمكن من اثنين مش مكتشف الآخر وأي لغة حب هو بيحكيها فجاري تشابمان بيعطي خمس لغات للحب هو قدر يستنتجن من كل الصعوبات والمشاكل للأزواج يلقجوا لعنده وبيسميهم وهو لغات الحب بيكونوا للأولاد بيكونوا للمراهقين بيكونوا للمزوجين الكبار يعني البالغين وهني خمسة مثل ما قلنا خمس لغات الحب بيقول مش رح بالدور بس مثل ما رح يمرقوا بذاكرتي رح أقولهم بيقول لغة قضاء الوقت طالما هيدي كانت اللغة اللي ناقصة بحياة هالكوبل هالزوجين لغة قضاء الوقت لغة الكلام المشجع لغة الهدايا لغه التلامس وبعد في لغه هلا بترجع بتيجي بوقتها واكيد بيشرح كيف يعني مثلا لغه قضاء الوقت الكوبلين بحبوا واي شريكين اي يعني ثنائي ام وبي بي, بي ابنو أختو خي اي علاقات انسانيه الاثنين بيحتاجوا يكون عندهم كل اخر يعني يعرف لغه الحب تبع الثاني لغه قضاء الوقت هالكوبل هيدا الثنائي اللي عطى خبرنا عنه الزوج كل الوقت بالشغل وبيجي حامل ومحمل لدرجه انه مرته بتقعد كل وقت تضبط بالغراض اللي جيبهن. بس ما عنده وقت هو يقعد هو اياها هي بتشتغل كل النهار وبتنتظره يجي يعوض لها عن تعبها او ينسيها همومة وتعبها هو كان يجي وبيبقى جاي معه شغل او جاي حابب يحضر فوتبول او حابب يحضر مسلسل او 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 هو من عندي انا اللغه الثانيه هي لغه الكلام المشجع يمكن هذه اللي نسيتها لما عم بعد اللغات الخمسه لغه الكلام المشجع هي بتحب انه او هو بحب انه بس يجي على البيت تجي تقول له زوجته يعطيك العافيه يا رجال الله يقويك كيف كان نهارك انا مقدره كثير تعبك ومقدره كثير اخلاصك لعائلتك أه يمكن في ناس اشخاص ما بتعني لهم بس في شخص بتعني له انه حدا يقول هالكلام المشجع أه في كلام في لغه الهدايا لغه ثالثه لغه الهدايا أه في اشخاص بينتظروا بعيد ميلادهم حدا يجيب لهم هديه مش كرمال هديه بس لانه الهديه بتعبر عن حب اللي عم بيقدمها في أه لغه المساعده بالبيت وقت اللي بيصير في مفاهيم مثل انه الزلمه ما بيشتغل شغل الزوجه، الزوج ما بيشتغل شغل الزوجه او الزوجه ما بتشتغل شغل الزوج انه راح يكون في لغه ناقصه في يعني قديش مهم الواحد يعرف يكتشف لغه الاخر يلي عايشه يا الزوج مع زوجته، الولد مع امه، البي مع اولاده كل حدا يعني يكتشف لغه الحب عند الثاني لانه هاللغه هي فعلا وقت نقول هي لغه الحب لانه هي الكيان الانسان كله قائم وثابت على الحب، نفس الشيء مثل الحب قلنا. حب الاب لنا، حب الاب اللي ما في حدود ما له حدود، واللغه الخامسه من اللغات اللي بيحكي عنها غاري تشابمان هي لغه التلامس، تلامس يمكن في اشخاص ما كتير هين عليهم انه يعبروا عن حبهم للاخر بانه يحط ايده بايد زوجته او العكس صحيح بعرف في ناس كتير ما بيحبوا هاللغه بس في ناس بيحبوها بس هي من لغات الحب الخمسه الاساسيه يلي بتقدر تكون مش بتقدر هي يعني اساس بالعلاقه بين زوج وزوجته بين بي وولاده بين أمه وولاده انه يعني الحب هيك من بعيد لبعيد بدون تلامس ما في التعبير الملموس فهودي الخمس لغات يعني مش معقول الواحد ما يكون بيعرفن او ما يكون تعلمهم او ما يكون على القليل بيعرف الاخر اللي بحياته الزوجه تكون تعرف شو لغه الحب لزوجها والبي ما يعرف يعرف لغه الحب عند اولاده والام تعرف لغه الحب عند اولادها ولما بصير كل واحد يفهم على ويحكي اللغه اللي هو بيحكيها اكيد رح بيكون في سلام ورح بيكون في فرح وبعدين يعني حب الاب لنا بين السماوي لما بيقول يسوع انه اذا انتم الاشرار تعرفوا تعطوا اولادكم العطايا الصالحه، كان بالحارة بيي السماوي يعطيكم الاغلى عنده اللي هو الروح القدس، فكيف مين نحن تا ما كل واحد يقدر يحكي اللي بيحبه لغه الحب يلي هو بيفهمها واللي هو بينتظرها بيتوقعها واللي بتزيد عقامته بتزيد على حياته بتزيده فرح وبتزيده سلام وبتزيده قوه وبتزيده ثقه بالنفس يقدر يكمل حياته ويقدر يعيش هالتبادل والعلاقه الزوج وزوجته الابن والام والبي والابن والبنت هيدي امور اساسيه لغات الحب الخمسه راح جرب ارجع اذكرهم وان شاء الله ما انسى ولا وحده منهم بس اللي بيكون عم بيسمع بيرجع يسمع الحلقه كلها آه، لغه آه، تبادل الهدايا لغه التلامس لغه قضاء الوقت لغه الكلام المشجع و... و... وشو اللغه الخامسه انتم بتعرفوا فيكم ترجعوا تسمعوا من البدايه وتتاكدوا اذا آه هاللغات الحب الخمسه عندكم اياها ويمكن ضروري تكون هالخمسه عند كل حدا من اثنين يمكن وحده او اثنين بس الاهم انه اعرف اكتشف لغه الحب عند الاخر تحكي احكي اياها والاخر يكتشف لغه الحب اللي عندي تا يحكيني اياها هيك ساعتها بيكون حب صحيح وحب ثابت مثل حب الاب لالنا لانه بيعرف حاجاتنا بيعرف النقص اللي عندنا اياه وبيعرف يحط اصبعه على جرحنا وبيعرف باصبعه اللي هو روح القدس يشيل منا كل الاشياء اللي هي ضد الحب واللي هي ضد الانسان الى اللقاء